بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. السلام عليكم، مرحبا يا إخوان، الله يعطيكم العافية. حتكلم اليوم عن اللحام، وهذه شركة أمريكية معروفة، ويلر. هذا موديلها WLC 100، يعني نوعية أفضل، واللحام فيها سريع بالعيار. طبعا في نوعية يجي إلكتروني ونوعية بالعيار لكنها عادي، فهي من العيار العادي وعملي وسهل، ويعني سمعت حتى من ناس استخدموه انه سريع في عملية اللحام وسهل الاستخدام. فهذه نوعية ممتازة، في منها درجات كثير، يعني ويلر في نوعية زي ما وضحت لكم بآلاف الدولارات، لكن هذه نوعية جيدة في حدود، ماني متأكد، في حدود 70 أو أكثر من 70 دولار، لكنها نوعية ممتازة وأفضل وأمن وأسرع في عملية اللحام. طبعا زي ما وضحت لكم من أول، يعني إذا بتستخدم اللحام دائما بتلحم أسلاك بطاريات، بتركب موديلات كيت، فبتحتاج للحام ممتاز. وزي ما وضحت من أول، يعني في ناس يعني ما شاء الله تبارك الله شاطرين وبيستخدموا يعني لحام عادي من غير أي شيء وماشي معهم، لكن استخدام يعني مو بس من ناحية الأمان، يعني استخدام يكون أفضل، وسرعة اللحام من غير ما تسخن القطعة أو السلك أو الشيء اللي أنت بتستخدمه، وبتنتظر عملية التسخين لين ما يتلف عليك القطعة أو قسامات. فاستخدم لحام، واستخدم كمان الشحم الخاص باللحام. هذا الشحم الخاص باللحام زي ما انتم شايفين، وفي شركات كثيرة، يعني ما هي احتكار على شركة معينة، بس يعني الشحم حق اللحام مهم جدا، لأنه بيثبت لك السلك مضبوط، وبيعمل عملية تآكل في نفس المعدن، وتثبيت السلك يعني بشكل جيد وآمن، وفي نفس الوقت يعني ما بيفك معاك بسهولة. فهذه هي الفكرة. كمان يعني ممكن بتركبوا قسامات لبطاريات، ويعني ويعني لا سمح الله انفصل السلك، ويعني ممكن يسبب مشاكل او شيء زي كذا. فهي مسألة امان، وفي نفس الوقت يعني سهولة في الاستخدام. فالمسألة بسيطة، يعني ما هي محتاجة أي شيء، لكن تأخذ لك يعني لحام من شركة تكون يعني معروفة، ويكون عملي وسهل، وتقدر تستخدمه يعني ترفع عيار الحرارة وتستخدمه بكل سهولة من غير ما يعني تتعب نفسك. فطبعا أغلب ويلر بتحتاج معاها محول، هذا محول ممتاز، يعني حتى بيقول لي حبيبنا أبو عمار الله يعطيه العافية لما للويلر، يعني منتشر في أمريكا، حتى القسام هذا ما شاء الله عملي وجيد وممتاز، وتقدروا تشوفوه في المواقع الشرائية وويلر، وتختاروا الموديل اللي يناسبكم. في موديلات إلكترونية كمان. فهي الفكرة سهولة الاستخدام والأمان. فزي ما انت شايفين ما هي محتاجة شيء. طبعا في أشياء ثانية يعني بحب أوضحها بالكامل، تكون المقطع هذا عن اللحام. طبعا بتحتاج إلى زي ما وضحت لكم الشحم الخاص باللحام، وفي شركات كثيرة يعني بيكون مادة اللحام بني أو شيء زي كذا، فأنواع كثيرة لكنها بتسهل عملية اللحام بشكل ممتاز. يعني هذه النقطة. طبعا ما يحتاج عملية اللي هو أسلاك التلحيم، الرصاص نفسها، أنواع كثيرة وفي أنواع جيدة وأجود. يعني طبعا هذه نقطة، اللي هي طبعا اللحام نوعية ممتازة، تكون ممتازة زي ويلر، والشحم
ومادة التلحيم، طبعا هذا محول للموديل. كمان زي ما وضحت لكم الأسلاك اللي بتفصل المادة العازلة عنها لا تمسكها بإيدك، لأنه إيدك بيكون فيها زيوت فبتأثر على عملية اللحام. حتحتاج إلى فرشة لعملية التنظيف بعد يعني تنظيف السلك بمادة كحولية على أساس تنزال منه الشوائب والمادة الدهنية اللي تكون في إيدك. لما تلحم وتفصل السلك لا تحاول تمسكه بإيدك، ممكن توصله باللحام مباشرة. لازم يكون عندك كمان ملقاط على أساس الحرارة العالية، وفي عملية تثبيت السلك لازم تكون إيدك ثابتة. كمان بتحتاج، وكمان يعني يكون عندك ملقاط تقدر تمسك فيه السلك في سهولة عملية اللحام بشكل عام. كمان يكون عندك شفاط، هذا شفاط يعني سريع الضغط في يسحب مادة الرصاص على أساس لا تنزل على شيء ثاني، فهو عملي كمان وتقدر تستفيد منه. فيعني كم نقطة تقدر بسيطة ما فيها أي شيء تقدر تستخدم عملية اللحام وبشكل آمن وممتاز. نفك البوكس حق ويلر. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بوكس ويلر، فكيناه، نخرج اللحام هذا ونكمل. بسم الله، زي ما تشايفين خرجته من الكرتون. زي ما تشايفين تيجي يعني الروس حقت اللحام مختلفة، تيجي منها مقاسات وأنواع، فيعني موديل بروفيشنال، يعني مدعوم بمقاسات معينة، فممتاز. بسم الله، زي ما تشايفين التعليمات الخاصة بعملية الاستخدام. اوكي، هذا اللحام ولر. فيري كول، زي ما تشوفين هذا اللحام يا اخوان، هذا العيار طبعا كويس، بيجي مع على أساس أنك تمسح الرصاص اللي بيكون موجود على الرأس. هذا طبعا الموديل نفسه، بتمسح الرصاص اللي يكون على الرأس على أساس تقدر تستخدم اللحام بشكل أقوى، يعني ويكون توصيل الحرارة للسلك أو الرصاص اللي أنت بتستخدمه في عملية اللحام أسرع وأسرع. فممتاز، مسكة يد عملية حقيقة، وإسفنجة آمنة. هذا طبعا زي ما انتم شايفين على السلك، وهذه التوصيلة، كتيب تعليمات بيجي مع نفس الموديل وتوضيحي. هذه كيف تنفك، بسيطة جدا ما فيها أي شيء، زي ما انتم شايفين عملية تركيبها بسيطة جدا ما فيها أي حاجة، وبتثبت. وبعد كده بتحط فيها اللحام بشكل آمن وممتاز وبسيطة جدا ما فيها أي شيء. بتزود عيار اللحام وبتستخدمه بشكل آمن. زي ما وضحت لكم كمان يا أخوان، الدخان اللي بيخرج من الرصاص في عملية السلك هذا رصاص سام، يعني خلي يكون في شفاط أو المكيف على أساس أنه يبعد الهواء حق عملية التلحيم، على أساس ما لا سمح الله تنضر أو شيء، لا سمح الله طبعا. يعني موديل بسيط جدا وجميل وكول، وتقدر تستخدم فيه اللحام بشكل آمن وسهل. يعني لا تنسى موضوع الشحم، بيسهل عليك كثير عملية اللحام من غير يعني حتى فكرة الجهاز، لكن طبعا كجهاز يعني عملي وبيرفع لك الحرارة لدرجة معينة ممتازة وبسرعة، على أساس تقدر تستخدم
اللحام بشكل آمن وسريع من غير ما تتلف الشيء اللي انت بتستخدمه في يعني الوقت الطويل، اللي بالتاتش اللي بتستخدمه على نفس السلك يعني ما يتلف لك اي شيء ثاني، والعملية كلها بسيطة وسهلة وما فيها أي شيء. علبة زي هذه ممكن تجلس مع الواحد سنين يعني على استخدامه، يعني مثلا كهاوي أنا يعني فين وفين لما أخذ لي موديل ثاني كيت وأركب وأعدل، أو بطاريات يعني شيء بسيط جدا بينحط على السلك، ما يحتاج حاجة يعني كمية كبيرة، شيء بسيط جدا. فالعلبة هذه بتجلس معك وقت طويل، وفي نفس الوقت بتلحم لك الأسلاك والقسامات كلها بشكل يعني ممتاز جدا وثابت من غير ما تنفك ثاني لا سمح الله. بس حبيت أن أوضح لكم النقطة هذه. لا تنسوا يا إخوان، الدخان سام، حاول أنك تكون عندك شفاط، حاول أنك كمان تجيب اللي هو جهاز هذا اللي بيشفط الرصاص في عملية التلحيم، يعني يسهل لك اللحام بشكل بروفيشنال يعني. فيعني كلها نقاط مهمة اهتموا فيها. الكحول في غسل السلك بعد ما ينشال منه المادة العازلة لو مسكته بإيدك، ويكون عندك فرشة لعملية التنظيف، يعني أمور بسيطة يعني تقدر تستفيد منها في عملية اللحام واستخدامه بشكل سهل جدا إن شاء الله. تحياتي، أخوكم ياسر باجهمون.